السلام عليكم. القضية ديال اليوم قضية مغربية، ولكن الأحداث ديالها غادي يديونا لعدة مدن. هذه المدن غادي نعرفهم شوية بشوية من خلال سرد تفاصيل جريمة اليوم. اليوم غادي نحكيو على واحدة من أبشع الجرائم اللي عرفهم المغرب، جريمة وحشية بكل ما في الكلمة من معاني. اليوم غتعرفوا مجزرة تقشعر لها الأبدان. بلا ما نحرق عليكم التفاصيل، مباشرة نمشيو نبداو الحكاية ديالنا اليوم. غنمشيو بتاريخ سنة 2009، وبالضبط نهار 5 من شهر 7. في هذا النهار هذا، المحطة ديال القطار ديال الميناء ديال كازابور الدار البيضاء غادي يتفاجئوا من بعد ما يلقاو واحد الصاك اللي فيه أشلاء ديال أجزاء بشرية. من بعد ما حلوه وبداو كيحاولوا انهم يقلبوه، كيلقاو فيه الجزء العلوي ديال الجثه، وبين ان الجثه ديال الانثى ديال البنت. هنا ترونت الدنيا، الشرطه حضرت، بداو يديروا في الخدمه ديالهم، بداو كيحاولوا ياخذوا اي معلومات واي ادله جنائيه اللي ممكن يلقاوهم يعاونوهم في الكشف على الجاني او الجنات. والبحث في هذه القضايا هذه كتكون صعيبه شويه، تلقى اشلاء بشري كعدس تلقى شكون اللي دار فيهم هاد الفضيحه. المهم يبداو بواحد الشكل عشوائي، علاش؟ لان ما كاينش مسرح الجريمه اللي مغلق اللي يقدروا يبداو الخدمه عليه ويبداو يلقطوا دوك الادله الجنائيه. المحققين مازال كيجريو هنا وهنا، يعني باش يحاولوا انهم يضبطوا الامور، يسيطروا على الوضع، حتى كيسمعوا اخبار اخرى. كيسمعوا ان في محطه القطار ديال مراكش، لاكارد مراكش، وتلقى ساك اخر، حتى هاد الساك فيه اشلاء بشريه. كيفاش هاد القضية هادي عاود؟ هاد المرة شنو لقاو؟ لقاو نص جثة ديال الراجل، البقايا الأخرين ما كاينش. شنو لقاو؟ لقاو غير الجزء السفلي ديال هاد الجثة هادي. هنا تزرع الرعب، رعب كبير، ونهاد التروينة في الرأي العام. المحققين ما بقاو عارفين ما يديروا، ما بقاو عارفين منين يبداو. فهاد الوقيتة هادي راه كانت المرحلة ديال 2009، وكانوا فيها بزاف ديال اعمال تخريبيه، وكانوا فيها جماعات اللي كيحاولوا انهم يضربوا السياحه في البلاد. يعني قالوا ربما هذا الشيء يكون عنده علاقه بضرب السياحه، ربما هاد الناس كينفذوا هاد المجازر لترهيب الراي العام وخلق البلبله. المهم اول حاجه غادي يبداو يفكروا فيها المحققين هو ان هاد القضيه هادي رغاده في الناحيه ديال انه كاين شي جماعه متطرفه هي اللي كدير هاد الاعمال هذه الارهابيه. اذا من هنا يبداو ينطلقوا، من هنا يبداو يخدموا، يعني فيبقاو يقلبوا، يبقاو يقلبوا في اصحاب الحي. ان الجريمه كانت غريبه، جريمه ما كتوقعش في المجتمع ديالنا بزاف. واحد كيقتل يقطع ويطلقهم في الترانات ديال المغرب، راه قليل فاش كتلقى ساك فيه اشلاء بشريه. الكمالات الجثه فين هي؟ الله اعلم. بداو كيقلبوا، بداو كيحاولوا يجمعوا المعلومات، وملي كانوا عاود مازال كيخدموا على هاد النقط هذه، كيتوصلوا بخبار اخرى كحله. كيقولوا لهم بانهم لقاو سكان اخرين، ولكن هذا السكان عاود تلقاو في مدينه مكناس. كيفاش هاد الجريمه الوحشيه هادي؟ كيفاش هاد الجرائم الوحشيه؟ راه جثث متفرقه في المغرب كامل، وكل مدينه كتبعد على المدينه الاخرى. ما عارفينش شنو هما المصدر ديالهم ولا شحال العدد ديال الضحايا. هنا بدا التنسيق ما بين الشرطه ديال مدينه الدار البيضاء، الشرطه ديال مدينه مراكش، وحتى الشرطه ديال مدينه مكناس. بداو كيتعاونوا مع بعضياتهم وكينسقوا مع بعضياتهم، بداو كيجمعوا المعلومات، بداو كيستعانوا بعوان السلطه، الشيوخ المقدمين. اول حاجه غادي يديروها انهم خذوا دوك الاشياء البشريه، صيفطوا المختبرات باش يحاولوا يتعرفوا على الهويه ديالهم، شكون هما هاد الناس، باين بنت وولد، شكون هما الله اعلم. يحاولوا يشوفوا واش كاين شي رابط ما بين هادوك الاطراف اللي تلقاو، يعني واش هما كيرجعوا لنفس الجثه ولا لا. ربما يكون كل ساك فيهم كيرجع لجثة متفردة، والطرف اللي ناقص منها راه باقي مخبي في شي جهة أخرى ولا في شي بركاصة حاجة. بداو كيخدموا على هاد النقط هادو، دوزوا بحث طويل، مدة هما كيبحثوا حتى تمكنوا أنهم يعرفوا أن دوك الأشلاء كيرجعوا لجوج جثث. ملي جمعوهم حاولوا يقدوهم، لقاو بأن هادوك جوج جثث، مرا وراجل. هادوك الجثث مع بعضياتهم عرفوا أن بيناتهم قرابة، يعني غالبا غيكونوا خوت، ان السن ما كيسمحش ان واحد يكون بين واحد، هي هو باها ولا هي مو ولا، لا هادو خوت 100%.
هنا يبقاو يحاولوا يقلبوا على البصمات باش يتعرفوا على الهويه ديالها، يعرفوا شكون هما هاد الناس. حيت لا عرفوا الهويه غادي يسهل عليهم يعرفوا الجاني او الجنات. غالبا شكون القاتل كيكون كيدور في محيط ديال الضحيه، يعني غير شي واحد من عائلته، شي واحد كيعرفوا. من بعد تعرفوا على الهويه ديال الراجل فيها، عرفوه من خلال البصمات ديالو بواحد السهوله كبيره. علاش؟ لانه اصلا كان من اصحاب السوابق العدليه. السيد فايد داخل الحبس. هذا السيد سميتو نبيل، من مواليد 1974، حتى هو من مدينة خنيفرة. مباشرة يمشيو للعنوان ديالو، مشاو لتما باش يحاولوا يعرفوا معلومات اكثر، يعرفوا شنو واقع، يعرفوا مثلا واش يلقاو عائلته تما ولا ما يلقاوهمش، واش ساكن بوحدو. ملي مشاو للعنوان بداو كيدقوا يسولوا، هنا كيخرج عندهم الاخ ديالو. هاد خوه سميتو يوسف. هاد يوسف هذا خوه، ولكن ما فراسو ما يعاود، هو ساكن غير بوحدو تما في خنيفرة. ملي سولوه شنو شكون اللي ساكن معاك هنا في هاد الدار، قال لهم حنا كاننا ساكن، الاسره كامله كانت ساكنه هنا في هاد الدار هادي في خنيفرة. ولكن با امي اللي سميتها فاطمه عندها زايده في 1950، وواحد اختي اخرى سميتها نوال راها زايده في 1980، وكاين معاهم حتى اختي اخرى اكبر من نوال ولكن راه ما كايناش في المغرب، راه حاليا في الامارات. هادو كاملين ما بقاوش ساكنين هنا في خنيفرة، راه مشاو كيسكنوا في مكناس، وعايش معنا حتى واحد وليد صغير في عمره 7 سنين. كيقول لهم باللي العائله كامله انتقلوا لمدينه مكناس في يناير في شهر واحد من عام 2009، يعني دابا راه المده ديال 6 شهور باش ما بقاوش ساكنين في خنيفرة. انتقلوا لتما من بعد ما شراو واحد الدويره صغيره تما في مكناس، انتقلوا باش يعيشوا فيها. وانا الاغلبيه ديال الوقت ما بغيتش معاهم، جلست هنا في خنيفرة مره كنمشي نطلع عليها. انا لقيت راحتي بوحديتي وبقيت جالس هنا. البوليس من خلال هذه المعلومات اللي كيعطيهم هذا الولد هذا، بان عندهم جوج بنات، بنت وحده راها في الامارات ما كاينش في المغرب، وبنت هي اللي كاينه، يعني بداو يفهموا شويه، بداو كيربطوا الاحداث وكيفهموا ان الجثه الثانيه اللي تلقات في دوك السيكان جثه بنت. اذا 100% هي نوال اللي مزيوده في 1980. علاش؟ لان اختها اللي كبر منها راه ما كايناش في المغرب، راه في الامارات. بحال هكا المحققين تاكدوا ان هذوك الجثات بجوج بهم ديال نوال وديال خوها نبي، بحكم ان هاد الخوت هادو هما اللي تلقاو الجثه ديالهم متفرقين في المحطات ديال المغرب. زادوا هاد البنات، هاد البنت والولد راهم كبروا في مدينه خنيفرة، تما فين عاشوا الاغلبيه الحياه ديالهم، ويلاه 6 شهور باش انتقلوا لمدينة مكناس، فغالبا تما في غادي يوقع لهم، في يكون وقع لهم المشكل. اذا فين عيعرفوا عليهم معلومات اكثر؟ هو في خنيفرة. هنا بداو كيسولوا على العائله، على هاد العائله هادو، كيسولوا عليهم الجيران ديالهم، الناس اللي كيعرفوهم. هنا في يتفاجئوا ان هاد العائله هي عائله محترمه جدا، نقصدوا بها العكس الضد ديالها، يعني عائله فيها ما يتشاف، واحد الناس اللي عايشين في مستنقع ديال الفساد، عايشين بواحد الطريقه اللي غريبه عن المجتمع المغربي. عائله اللي كيستعملوا المخدرات، كيمتهنوا الدعاره، والمشكله ان هذا الشيء كيديروه قدام بعضياتهم ومع بعضياتهم، وكل شيء موافق على هذا الشيء، والدنيا هانيه. يعني تلقى الاخ كيشرب مع اخته، حدا اخته، الاخ عارف اخته كتمشي دير الفساد والزنا والدعاره وكديرها قدامه، كيتخلص حتى هو من ديك الفلوس الموسخه. واكثر من هذا الشيء هذا، الاب والام عارفين هذا الشيء، كيدير كل شيء قدامه ومع بعضياتهم مروننا. هذه غتكون واحد النقطة كبيرة اللي غتخلي المحققين أنهم يركزوا في هذا الكلام هذا مزيان، بقاو كيدقوا فيه، كيحاولوا يزيدوا يجمعوا معلومات كثيرة. أن هذه بلادهم، وغالبا خواو البلاد هنا لأنهم خنزوها هنا، بقى حد حاملهم، مادام مشاو لمكناس بغاو يبدلوا البلاد. البنت مشات الإمارات، العلم الله شنو كدير في الإمارات، وغالبا باقا كتبتها للفساد، كدير شي حوايج اللي ما فيهم ما يتشاف. البنت اللي بقات هنا نوال كديرها كلها، كتشرب كتسهر كتسكر، المهم عائله مرونه. وهذا الشيء اللي كديرو نوال هنا في المغرب كديرو قدام خوها. خوها كان كياخذ منها الفلوس، وعارف الفلوس اللي جايه، هي اللي كتصرف عليه، كتصرف على البليه ديالو. كان شاري له حتى واحد الطوموبيل ديال النقل، كان كيخدم بها، كينقل بها واحد الهوندا صغيره. المهم كانت واحد العلاقه وطيده ما بين نوال وبالاخ ديالها نبيل. وكما قلت لكم هادشي كامل
قدام الام ديالهم وبا. هنا مباشره والمحققين مازال في مدينه خنيفره، انا ما مشاوش كاع المكناس لان هاد الناس عايشين في خنيفره، عا الله نتاقلوا ما تكونش معلومات تما. الشرطه ديال خنيفره بداو كيتواصلوا مع الشرطه ديال مكناس، بداو كيسولهم واش محطوط شي بلاغ ديال البحث لفائده العائله على وديت نبيل اخته نوال. لكن هنا كيتفاجئوا ان العائله ما بلغتش نهائيا بالغياب ديال هاد الناس هادو، بالرغم من انها وصلت دابا اكثر من 5 ايام وما بان لهمش الاثار نهائيا. الجثث ديالهم هما مفرقين في المحطات وما كاينش اللي يسول عليها. هنا غيبداو المحققين يدخلوهم شكوك كثيره اتجاه العائله، وغيبداو يخدموا على هذا الاساس. هذا امشاو لمكناس وغيوصلوا لتما، امشاو للدار ديالهم العنوان ديالهم اللي ساكنين فيه. هنا في كيتفاجئوا ان الام فاطمه جامع الحويجات ديالها مشكراهم زغطاهم وخارجة هاربة غدا في حالتها في غدا الله أعلم. ملي سولوها وبداو يهضروا معاها باش يحاولوا يعرفوا منها التفاصيل، لقاوها أصلا متوترة منفعلة بدات كدور فيهم كتغوت عليهم. ملي سولوها على ولادها قالت لهم بلي شتهم البارح ولكن اليوم ما جاوش للدار، ما عرفتهمش فين كاين. هاد الهضرة هادي خلاتهم يشكوا كتار وكتار. الناس راه هادي 5 أيام وهم مقرضين، هي كتقول لهم شتهم البارح. ديك الساعة بداو يركزوا معاها هي لأنها كذبت. قالوا لها لا خاصك تمشي معنا ضروري دابا للكوميسارية، خاصنا نسولوك شي أسئلة ونبحثو معاك، خاصنا شي معلومات. الوقيتة اللي عيديوها باش يتصنتو ليها، فرقة أخرى ديال المحققين طلعت للدار، طلعت باش تبدا تبحث ولا تحاول تعرف شنو كاين تما في ديك الدار، حيت البوليس عندهم واحد حاسة سادسة خلاتهم أنهم يشكو في الأم فاطمة. طلعوا للدار وبداو كيقلبوا فيها وكيفليوها. الاخرين كيسولوا فاطمه، قالوا لها فيك انتي غاده لالا، فيك انتي هربانه، في العوض ما تمشي تقلبي على وليداتك غاده سالتا فيك انتي غاده. هنا بدات كتنكر، كتقول لهم ولادي يلاه شفتهم البارح وانا ما عارفه والو على هادشي اللي كتقولوا، ولادي كانوا معايا شويه كتقول لا ما كانوش معايا، وبقات كتدخل وتخرج عليهم في الهضره. هنا بداو كيقولوا لها انتي المسؤولة الوحيدة على الغياب ديال ولادك، وخاصك تقولي لينا دابا فين درتي ولادك، انتي هي اللي صفيتيها لهم. السيدة تلفت معرفت راسها باش تبلات، قالت لهم انا حكامة كنتش بعتها هنا، ما كنتش بعتها في الدار، انا كنت بعتها عند واحد صاحبتي، يا الله زيدي نشوف هاد صاحبتك. المهم بقات هي كتخوف، بقات هي كتهرب، ما بغاش تعطيهم نهائي راس الخيط. فهاد الوقيتة هادي المحققين اضطروا انهم يلجؤوا لاخر كارطه مازال عندهم. الكارطه هذه هي اللي تكون مفصل في التحقيق في هذه الجريمه، هي النقطه الفاصله، وهي الشهاده ديال الحارس الليلي اللي لقى هذوك السيكل الاخر اللي ماشي في التران، ماشي في محطه التران، اللي تلقى وحده الحمام ديال اليمامه، هذوك الاجزاء اللي كان فيهم الراس والصدر ديال الجثه ديال الانثى والبقايا ديال الجثه ديال نبيل. هذا الشخص هذا هو اللي قال لهم بان لقى دوك السيكان في ديك البلاصه حدا الحمام، قال بلي شاف شكون اللي حطو، كياكد ان اللي حط دوك السيكان راه كانت امراه ماشي راجل. كيقول لهم ديك المراه رانا عاقل عليها مزيان، الا شفتها غادي نتعرف عليها، هي نشوفها مباشره غادي نتعرف عليها. اتصلوا به وجابوه لمركز الشرطه، وواجهوه مع الام فاطمه. السيد غي شافها عرفها، قال لهم هي هادي، هذه هي السيدة اللي شتا حطت هذوك السيكان وهربات. ملي زادت هي شتا غدا كتلفت شدني الفضول، مشيت عند دوك السيكان فتحتهم قلبتهم، وتما فين اكتشفت ان فيهم اجزاء بشريه. يعني هكا فاطمه تبتت عليها التهمه، هي اللي جات حطت داكشي. السيد كياكد الشهاده ديالو، ما تلف ما والو، كيقول بصريح العباره هاد خيتي هي اللي جابت دوك السيكان، ما عندوش نهائيا شك، هاد السيدة هي اللي حطت دوك السيكان. وبحال هكا غادي يواجهها بهاد الشهادة هادي، يا السيد كيخرج فيها عينيه وكيقول اش كاين اش كاين. زيد على هادشي العينات اللي تلقاو في الدار ديالها، لقاو شي اثار ديال الدم. جات الشرطة العلمية لقاو بعض العينات، بعض البقايا ديال الدم ديال دوك الوليدات، يعني بنتها وولدها، ملي رسلوهم للمختبر من بعد كيأكد بأن هاديك عينات راه ديال نوال وديال نبيل. فاطمه ملي زيروا عليها نهارت واعترفت بكل شيء، قلت لهم انا غادي نعاود لكم داك الشيء اللي وقع بالتفصيل.
قالت لهم باللي داك النهار كان ولدي نبيل جالس مع الاخت ديالو نوال، تعشاو مجموعه وجلسوا وبداو كيشربوا مع بعضياتهم. قالت لهم في واحد اللحظه انا جالسه في الدار الفوقانيه وهما جالسين في الدار السفليه اللي تحت مني، شويه كنسمع الغوات بداو كيتناقشوا مع بعضياتهم وبداو كيتخاصموا. بداو اغلبهم ديما كيدابزوا غير على الفلوس، كيقول لها عطيني كتقول له ما عنديش. شويه حتى الصراع بيناتهم وبداو كيدابزوا باليدين كيتشادوا. انا كنسمع الضرب، سمع الغوات، يعني كنسمع الصوت ديال الطرش. شويه انا كنزل عندهم باش نفك بيناتهم. مجرد ما هبط لقيت الابن ديالي نبيل ضرب اختو واحد الضربه قاصحه للراس ديالها بالجنويه، ضربها الراسه بالجنويه وكيحاول يجرها للكوزينه باش يقطعها، يقطعها بلا ما يسيق له حتى شي واحد الخبر. هنا مو دخلات، دخلت هي في واحد الحاله هيستيريه وبقات كتغوت لي، اش درتي يا ولد الحرام، اش درتي كذا، درتي اختك، كتقول دابا نعيط للبوليس وغايجيو يديوك. في هذه اللحظه هذه طار فيها هو، طل فيها ونحاني على اختو، طل فيها قال لها شوفي الا هضرتي ولا قلتي شي حاجه غنكمل معاها ندوز لك نسالي معاك. انا فاطمه حست بواحد التهديد خطير، تخلعت من ولدها. السيد حاني كيقطع في الجثه ديال اختو نوال، هزت هي واحد الشاقور وجات كتسلت مورا وضربته ضربه ديال الخواف، ضربته الراس قسمت له راسه، طاح جثه هامده، طاح هذا الجثه ديال اختو نوال. هنا نوال ها سميتها فاطمه ولاو عندها جوج ديال الجثات قدامها في الكوزينه، ولدها اللي قتلته بيديها والبنت اللي هو كان قاتلها اصلا. شنو ما لقات ما دير، قررت انها تبدا تقطعها، والخدمه اللي كان بداها هو بدات كتكملها باش تطمس معالم الجريمه. ملي جلست بقات كتركز وكتقول شنو غادي ندير. من بعد ما قطعتهم طراف طراف بدات كديرهم في بلاستيكات، دوك البلاستيكات زيرتهم مزيان باش ما يقطروش بالدم، وبدات كتخشيهم في السيكان بحال دوك السيكان ديال الشمال ديال المنطات. مور ما قدتهم في السيكان بدات كتسيق في الدار وكتجمعها باش حتى واحد ما يسيق لها الاخبار. علاش؟ لان الزوج ديالها وحتى الولد الصغير اللي قلنا عنده 7 سنين كانوا في الدار الفوقانيه، هي كانت في الدار الوسطانيه. جمعت داكشي كامل، قدت الامور ديالها، هزت داك الساك الاولاني وركبت في التران، ركبت في التران اللي كان جاي من فاس وغادي لكازا، ركبت فيه من مكناس وبقات غادا لسيدي قاسم. تما فين نزلت؟ نزلت وخلات الساك تما، الساك كمال الطريق ديالو لكازا، داكشي علاش تلقى فيها الكازا بور. من بعد ما رجعت مكناس هزت الساك الثاني ومشات به للمحطه ديال مكناس، تما في تسنات التران اللي جاي من فاس وغادي لمراكش. حطت فيه داك الساك ولكن ما ركبتش في التران، تسلتت وهبطت. قدرت انها تخرج تمشي والساك مشى كمل الطريق ديالو حتى لمراكش. هنا في رجعت للدار هزت دوك السيكان اللي كانوا بقاو ومباشره مشات للحمام ديال اليمامه، على اساس انها كانت باغا تلوحهم في الفرناتش يتحرقوا تما. داك الحمام كيكون فيه الحطب وهذاك عاد دوزهم تما، ولكن ما لقيت كيفاش دير، ما لقيتش الفرصه نهائيا، خافت لا السيد اللي كيخدم تما يحصلها، حصلها يشدها ويعيط لها البوليس. شنو قالت؟ قالت نحطو معايا حدا الحمام، ولكن لحسن الحظ ولان الروح عزيزه عند الله اقشح هذاك الحارس الليلي، بقى كيشوف فيها من بعيد، شافها حتى حطتهم اللي زادت بحالتها وغادا وكتلفت، بقى كيتسنى واحد شويه حتى شدوا الفضول. الفضول خلاه يمشي بالسيف بالزربة عليه، مشى وبدا كيفتش فيهم. تما في غادي يعرف بان هادوك اشلاء بشريه. من موراها جاء التسلسل اللي حكيناه في هاد القصه هادي. فاطمه اعترفت بهادشي كامل، اعترفت بالجريمه الوحشيه اللي دات، تفكت خيوط هاد الجريمه هادي في واحد الوقت قياسي دغيا، سيمانه ما كاملش. تا واحد ما كان كينتظر ان دوك الجثات شكون اللي قتلهم؟ امهم، مهم قتلت الولد وقطعاته، قطعت حتى البنت، لان السيد كان باقي ما كملهاش، نبيل كان باقي ما كملش اختو نوال، وتفرقوا في المحطه ديال المغرب. شوف سوء الخاتمه كيفاش داير، شوف الخاتمه ديال هاد المساخيط، هاد العائله هادي. الصوره الحقيقيه ديال فاطمه اللي بغيتو تشوفوها راه كاينه في اليوتيوب، صوره انسان عادي ما باين عليها لا مجرمه لا والو،
انتم عارف انا ما كنبغيش نحط الصور تفاديا للدعاوي ديال المحكمه بسبب نشر صور بلا اذن صحابها وتشهير وزيد وزيد. مهم كاين واحد الصوره ديال هاد الام فاطمه وهي مصوره في التحقيق اثناء التحقيق ما بيناش انها قتاله ولا مجرمه. ورا هادشي فاطمه مشات دارت اعاده تمثيل الجريمه، تقدمت المحاكمه، القاضي غادي يحكم عليها بتهمه القتل العمد مع سرقه الاصرار والترصد والتمثيل بالجثث. يعني ممكن يكون تقطع على تمثيل بالجثه، شوهتي الجثه، تحكم عليها بالمؤبد. وحاليا فاطمه راها مازال في الحبس، قاعده تقضي العقوبه ديالها، وغتبقى في الحبس حتى تسالى الحياه ديالها، حتى تموت فيه. و100% ما غاديش يجيها شي عفو. وبيني وبينكم انا هاد الجريمه هادي ما جاتنيش غريبه نهائيا على هاد العائلات. بحال هاد العائلات كيعيشوا في مستنقع الفساد والادمان، حتى كيعيشوا في هاد الاجواء عاد كيوقعوا وسطهم هاد الجرائم بحال هكا. غير هو شويه كنقولوا جرائم كتوقع، ولكن الوالدين باش يقتلوا ولادهم صعيبه شويه. الوالدين ربي كيعطيهم واحد الحنان في القلب اللي صعيب انهم يأذوا وليداتهم. وشوفوا الحاله كيفاش دايره، الاخ كيجلس مع الاخت ديالو كيشربوا مجموعا كيكميو مجموعا كتفسد هي قدامه. شوف الامور اللي كدير قدام خوها، طبيعي وعادي انه يعتدي عليها، انها تقدر تعتدي عليه، يوقعوا مشاكل اللي كثيره في بحال هاد الجلسات هذه الخمريه، جلسات اللي انت جالس والشياطين راهم ضايرين بك حاضرا وكيوسوسوا لك كيزينوا لك بزاف الامور. ها كيكونوا الناس برانيا على بعضياتهم وكيختلفوا، فما بالك تكون عائله واحده وعايشه بحال هاد المستنقع هذا. الانسان دائما كيكون ابن بيئته، ابن التربيه اللي غادي تلقاها في حياته. يعني هاد الناس هادو ما ترباو، ما عرفوا يربيو وليداتهم، ما دايرين حتى حاجه في حياتهم من غير الفساد والحرام. عادي انه توقع عندهم بحال هاد الكارثه هادي، بحال هاد الجرائم هادي البشعه. هاد الصراحه بهذا الشيء اللي بان لي في هاد القضيه ديال اليوم، التفاصيل ديالو مقرفه مقززه من البدايه حتى النهايه، بقاو هكاك حتى وصلوا لهاد النهايه اللي كتعتبر كارثيه اللي دارتها هاد الام في حق وليداتها. شوف جريمه كيفاش جات غير بالصدفه، دري قتل اختو، هو هددها بانها لما سكتتش غادي يقتلها، اضطرت انها تقتل. شوف الحياه ديالهم كيفاش مشات، بقاو هكا ما تعضوش ما رجعوش للطريق. شوف النهايه ديالهم كيفاش، تشوهوا في الموت ديالهم اكثر ما كانوا مشوهين في الحياه ديالهم، توزعوا تفصلوا ودلعوا بين البلدان. المهم الله يكتب علينا كاتب الخير واللي خرجنا من دار العيب بلعيب، رزقنا حسن الخاتمه ويجعل تاخرنا احسن اولنا ويجعلنا خفاف ضراف على قلوبكم. خوتي خواتاتي دوزوا بخير، نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس الموعد. تهلاو.